طيب دكتور مصطفى، في شروط معينة للمريض علشان يعمل تقويم جراحي للفكين، ولا ممكن بسبب بس الشكل؟ لا طبعا هي تعتبر عملية زيها زي أي عملية تانية، فبيحتاج إن احنا يكون المريض لائق طبيا، نطلب منه بعض الفحوصات وتحاليل وصور دم. مهم جدا إن يكون عدى على المريض أكبر، المريض يكون أكبر من 18 سنة، بحيث أضمن إن نمو الفك وقف، عشان إن أنا لما أعمل العملية ما يحصلش بعد كده إن نمو هو تاني. نمو تاني فيرجع للوضع القديم. كمان بنعمل بعض الأشعاعات إن احنا بنطمن على صحة العظم قبل ما إن أنا أبتدي. ده بالنسبه للتقويم الجراحي. اما التقويم الاسنان العادي فهو بيبتدي حوالي من تقريبا من 11 او 12 سنه، لما الاسنان اللبنيه كلها بتتبدل بالكامل، والاسنان الدايمه بتظهر وتكتمل نمو جذورها، هنا بنتدخل بالتقويم الاسنان. واحيانا كمان قبل كمان 11 و12 سنه بيبقى فيه تقويم للاطفال، ان انا ببعض الاجهزه المتحركه، ودي بتبقى وقايه للطفل، نقدر نحميه ان هو ما يوصلش لموضوع التدخل الجراحي صحيح، والتقويم وبقينا الجراحي. نشوف فعلا في اطفال صغيره مركبين فعلا بالظبط التقويم، وده بقى يأثر عليهم مسافات طويله ما يكبروا بالظبط. فعلا.